دشنا معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب الموقع الإلكتروني الجديد، وهو موقع متطور بثلاث لغات عالمية وهي العربية والإنجليزية والفرنسية، صمم ليكون مركزا جامعا للعمل التشريعي البحريني. ويعتبر الموقع الإلكتروني أول موقع خليجي يوفر كافة البيانات والمعلومات التشريعية باللغات الرئيسية من مشاريع واقتراحات ورغبات وأسئلة، إلى جانب البحث في الجلسات الرسمية وجداول أعمالها وقرارات المجلس. ومن أهم الخدمات التي يقدمها الموقع هو البحث عن أرشيف العمل البرلماني متضمنا جميع الأدوات البرلمانية. ومن جانب متصل يوفر الموقع صفحات خاصة لكل من الإعلاميين والزوار والباحثين، وذلك لتوفير المحتوى بصورة أفضل وأسرع. كما يبرز الموقع إنجازات النائب من خلال صفحته الخاصة، كما خصص الموقع مساحة للمشاركة المجتمعية والحوار الجاد من خلال قنوات استطلاعات الرأي والدعوة للمشاركة بالمقترحات والآراء، فضلا عن خاصية البث المباشر لجميع جلسات المجلس العادية والاستثنائية مع روابط البث على قنوات التواصل الاجتماعي. أنا سعيد جدا اليوم بترشين هذا الموقع الإلكتروني المتطور اللي كان حل بالنسبة لنا، والحمد لله تحقق. وما يميز هذا المشروع أو هذا الموقع هو باللغات الثلاث، العربية والإنجليزية والفرنسية، هذا ما كنا نطمح. يعتبر هذا الموقع نافذة أو بوابة للخارج البحرين. الحمد لله العمل صار في ذي الموقع صار يعني في تقريبا سنة واحدة، والحمد لله قدرنا نطلع بموقع متطور جدا يضاهي المواقع الإلكترونية لأكبر البرلمانات الدولية. طبعا ما يسعدني أن احنا اليوم ندشد الموقع مع احتفالات البلاد اليوم بميثاق العمل الوطني. هذا الميثاق اللي عودنا على العمل والإنجاز، فاحنا سارين على هذا الدرب، سايرين على العمل والإنجاز وما يخدم إن شاء الله الوطن والمواطنين.